واحد دخل في السبور ماتش علاش دخل تو دانكوش هذا البرلمان دخل السبور لا لا اغراض شخصيه انا هذه ضد رغم اني ناجح في جامعه ناجح في جامعه ايه ودي مش ناجح والله ما هو ناجح شنو سليمان شكون كان يعرفها في يا ودي والله العظيم كان ما شوف انت مش تدخلني في متاهات اخرى شوف انا ناجح بوفوارو انا راني نحكي كور انت راك نورمالمون مهما تكون خرجت من البرلمان هاك تاكل في العصا انا بدين هاك ولا ماهيش سليمان بتاعه هو في البرلمان وسليمان هو ماهوش في البرلمان واضح هذه قرومباليا في البرلمان قرومباليا تلعب ناسيونال مش في البرلمان قرومباليا تحت شوف يعني والله يخزر لي انا نحكيه يعني كارت سور تابل انا نحكي راني للكوره نحب ماذا نحب الكوره نحب الكوره للكوره واخويا تجيني راهو خاطي كوره نضيفك وندخلك داري وتاكل وتشرب وبرا وما نسالكش على اسمك باهي نحكيو على ديربي اخر محمد ديربي 2-2 بين الترجي والكلوب بعده تعاركت مع الجمهور لا في البارك شنو هو هذا؟ انت ترجعني على الكلوب انت تو نحكيو على الكلوب في صارت حكايه صغر باهي علاش شنو صار الوقت؟ في صارت حكايه والله مش عليا انا تصدق اي على شكون؟ ماني قلت لك راهو في كل جمعيه فما كوتي خايب وكوتي باهي تو انت مش كي نقول لك نسالك انا هذا تو باش نسالك رغم اللي رغم انا باش نسالك رغم اللي نسالك اي انا قلت لك نقلبوا الايه ما هو باش ما تخرجنيش راس كي نقول لك انا اش تقول على جمهور الكلوب ما شاء الله حاجه كبيره برشا اي واش الكل شنو الكل كل في كل بلاصه فيها باهي والخاي مش كان في الجمهور كل بلاصه فيها الباهي والخاي جمهور الكلوب 99% يحب جمعيته فما كل واحد بالمية يتبعوا المسؤولي الاسبيرانس كيف كيف اي جمعيه باقي كيف كيف ما همش يمثلوا الكلوب افريكان اللي جاوا هذوك ما يمثلوش الكلوب افريكان يمثلوا مسؤولين لا يمثلوا مسؤولين وراه مش عليا انا على اصحاب يا اخي شربت هنا خاطرني عرفتك جاتني الحميه على اصحابي خرجت نجري بعثوا مع عماد انا المعلومه ما عنديش يا قلت تابعين المسؤولين شكون كان مسؤول الوقت؟ الى اخي مسؤولين هو عماد برك عماد هو يكون في الكل الوقت اي ما مش هو لا شريف بالامين ما يحكي مع حد لا هذه انا نقول لك فيها ستوب لي انه شريف بالامين لا يحكم فيه عماد لا بالحسن لا زيد لا عمرو يقفلهم شريف بالامين الرئيس الوحيد اللي شفته حتى واحد ما ينبوز عليه حاجه ولا يفرض عليه حاجه مهما تكون صارت حكايه تك 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 طلع على الرئيس شكاب عماد ما عادش يدخل البارك اش قولك هذه نعرفها علاش شنو صار وقت طلع ساعتها تكلم ساعتها صارت بوبلي وكذا ابارامون بين صالح ثابتي وعماد اي فهمت صارت حكايه طلع ساعتها هو شريف بالامين طلع الرئيس ما عادش يدخل حتى حد وشريف بالامين يرجع للبارك وحده وشريف بالامين ذكي ياسر ذكي بصفه غريب راه وقتي انت يحب يستغلك يخليك وحدك ويستغلك تهز كل شيء انت وقت اللي هو يحب يبان يخرجك يخرجك الماتش هذاك علاش كانوا في برشا اتهامات فما حتى من لاعبين اتهموهم بالتخاذل في الماتش هذاك في الدربي هذاك اش بيك دورت وجهك غاتي ما عجبك السؤال خرجتك تكتب كي وتلفت قبل التليفون قلت هذه سؤال هذا هبط بارشوتي هاي ليه تو الحكايه هذه الموضوع الثاني تو هذا السؤال الثاني ما شوف فما حاجات ما نجمش نحكي فيها اول حاجه ما نذكرهاش بيان بيان ثاني حاجه مفهومها غلط مفهومها غلط لك ولو ان كل مسؤول قبل عنده واحد عظمة حارمة نقولوا احنا هذاك نبدا نيفيتو فيه هذاك راهو يعاود والاخر راهو معاه تويك ولينا يمكن واحد بركه نقولوا هذاك باهي ما نقولها تعافت اي فما مش ما فماش وقت لا قبل فما فما تخاذل كان من بعض لا تخاذل ما نظنش ما شنو كان فما اما نجم نقولوا مثلا نجي انا الاسلام نجي جوار معايا نكعبرها لك انا اسلام انت معايا نضرك ونخليك ما تلعبش وانت بطبيعتك عندك رياكسيون ونقول راه قال فيك هو ذا راه نوع من التخاذل ميان ديريكتومون ما ندخلوش في الحاجات الاخرى ما فماش الحاجات الاخرى انا ناكد لك ما فما حتى واحد شوف حتى المسؤول شوف حاجه تتفضح حتى تنخصم بعد 20 سنه نحكي عليها
ما خاطر يعرفوها وهم بلوس ما يرحموهوش الجمهور وتطلع يطلع كلام من نوع هذا. ما اعطيني نموذج جوا. ما سمعتوش محمد قبل انت الكلام هذا؟ لا سمعته برشا مرات لكن اخصص انا نبني على الاسس. اي انت كنت معاهم وقت حبيت نعرف اسئله. انا السؤال توجه لي انا. هو السؤال توجه لي انا. من عماد قال سليتي يعرف. قلت له انا ما نعرفش. قلت له كان انت تعرف قل. وانت تعرف ما تعرفش. شو السؤال واضح. قال لي او سليتي فما عباد بايعين الماتش ومتخذلين وتتي وتتا وهاو سليتي يعرف عماده ربي يفرج علي. قلت له انا ما نعرف حد. وكان انت انا قلت لك حاجه ولا قالوا لك حاجه قولها لي والله تكستوها والله العظيم لنزيد عليك. قلت له لا اما اخويا فما عباد يقول لك تو انا اخويا فما عباد يقول لك حكايه مع سليتي وزيد حكايه مع سليتي وواحد حكى لسليتي حاجه وسليتي ما حبش يقولها. انا اخويا قلت له مش مدخل. شكون اللي ملعب التهم وعماد؟ لا ما نذكرش ما تحبش تقول الزوز نجم نقول باهي. خالد المولي ما تشوفش خرج من باب الصغير وقتها من الكلوب؟ مش هو وحده خالد المولي دخل. خالد المولي خرج نقز على خالد المولي يحيى هم خرجوه من الباب الصغير. خاصة مشترك الزوز ولاد الجمعية. والله أكبر مشكلة في الكلوب. شوف أنا مسؤولين أصحابي هكا ولا أنا مش أقول لك حاجة. أنا مسؤولين تو أصحابي باهي أي سيدي. لكن أنا نحكي في المطلق. أنا ضد أي مسؤول. أنا حياتي كلها في الكورة. أنا ديما مع الجوار. لكن أنا حياتي كرة وأنا عاطي للكلوب. أنت الواجب جي نهار مش تخرجني. أنت شكونك باش تخرجني؟ انا اخويا انا نكره يحيى في الدم سيدي باهيش. لكن انت يحيى عاطي للكلوب ورمز من رموز الجولدن بوي وتتي وتطام بعد يخرجوه من الباب الصغير. شكونك انت باش تخرجوا من الباب الصغير؟ انت كنت تخدم في خدمتك وانت كنت تخدم في خدمتك وانت شاد خدمتك وانت كنت تشجع في يحيى ويحيى فرحك 2000 مليار مره. يا اخويا ليه عليه دي مش ظلم هذايا باهي. خلينا هذه حاجه خايبه كبيره ياسر في تونس. خلينا في الوقت هذاك ستنجيو لليوم. تعاركت مع عماد محمد على خاطر الصيام في رمضان؟ لا مع فوزي مش مع عماد. لا هذيك في تو من بعد مع عماد ما صارتلكش مشكله على خاطر الصيام؟ لا بالحق والله. وعدك ب 10 ملايين على كل بونت وما كيتهم ما عطاكش. عطاني ودي تي تي عماد. ودي تي تي عطاها لي عطاني رجعتها لي رجعت. علاش؟ صارت حركه بيني وياه. قال كلام مش باهي. قلت له شنو انا طيشت المفتاح يا ودي. قلت لك انا شوف ماني قلت لك تويكا فما تنازلات لازم يعملها الواحد. لكن قبل كنت ما نعملش تنازلات جمله مهما يكون. لكن تويكا اخويا انا نعرف فما ما تبعش الغنايه ولا اني اما فما غنايه يقول لك وعرفت الخناب والكلاب والذباب انا كل هذوما عرفتهم تو. انا تل كلهم وضحوا لي ويمكن اكثر منهم تو وضحي. اما وليت تويكا نيفيتي. انا تويكا قلت لك انا مثلا عندي اصحابي وحبايبي في الجوارات. عندي اصحابي برشا لكن احبابي قليل. انا عندي المرزوقي نحب سلامي نحب الرياض بعزيزي نحبه. ان شاء الله ما نسيت حد. خمسه من الناس. محمد قلت كلام على عماد يامن بن زكري نحبه. تحيه لهم. قلت كلام على عماد استفز برشا عباد نتاع انك تحبه وتتمنى يخرج من الحبس وتحبه يشد الكلوب. استفز شكون؟ برشا عباد يشوفوه انه شكون برشا عباد فكلهم من ديارهم. خلينا نكمل. يشوفوا لي السيد هذا خذا فلوس العباد ظلم برشا عباد عمل برشا فساد في البلاد وهذا قالوا بلسانه معناها انك تدافع على عبد معناتها من نوع هذا في شوي استفزاز. انا نسالك سؤال انا خنحلوها باهي. انا انسان انت مثلا خوك خوك خويا عايق ويسب ويفك للناس انت تتبرى من خوك؟ يا ما نقول له خويا بيه وعلي خنحلوها. قلت لك انا حاجه ما ريتهاش. ربي يقولك في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هو قال بلسانه قالها فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا ربي يقول. أنا يا أخي التمس لأخاك المؤمن 70 عذر فإن لم تجد له عذر فقل لعله عذر أنا لا أعرفه. أنا إنسان ذاك عمل معاي الباهي تعاركت معها عمل معاي الباهي. أنا مشكلتي أن في العصر نتاع تو ما عنديش مشكلة معاه. أنت خويا جي تقول لي أنا باش نباغضه هو وشكون قال أنت صحيح؟ هو قال بفمه عمل له عمل محمد يا معلم ما ندخلش في السياسه.
انا النجم انا توك هات نهزك الجورجاني تقول انا قتلت كينيدي انت تدخلوك الجورجاني تو هما تقول لك انت قتلت كينيدي ما يا خويا وتو انت تستعرف تقول اي راني انا قتلت قبل ما نولد يا ولدي ما نحكوش في الامور هذيه من انا ما يهمنيش شكون يقول زيد وعمر شكون يتغشش ولا ما يتغشش مش هذاك صحيح وانا غلط هما ما انا لفكيت له اللي يقول انا متغش مني لفكيت لك حاجه بالله بالله فما نتويك مثلا بن علي اما اكثر عمل بن علي ولا عماد الكل عامل لا لا اما اكثر الكل عامله اما اكثر الكل عامله بن علي اكثر خاطر هو المعلم الكبير هاك ولا لكن تويك اشتر الشعب يحب يرجع بن علي كان جاء حي راه مرجع ما حسبتهمش انت باش تقول اشتر الشعب هذا كلام قاعدين يروجوا فيه بس في المطلق كيما هما يحكوا في المطلق انا نحكي في المطلق فهمت انا قلت لك انا السياسه ما تصدقش يا برب عمري ما انتخبت في حياتي بيه محمد قبلك حكيت لي على سليم اما حتى انتم هذا كان عندك كان عندكم الترابلسيه زاد زاد نحن عندنا ترابلسيه وقت الجاي وترابلسيه شنو وقت الجاي من اصل الدنيا موجودين يا ودي وقت خرج سليم قصر جاب ترابلسيه يا ودي تو ترجعني في تاريخ شوف انا حاضر عليه لكن انا ما يهمنيش هذا انا نحكي كوره تو ما يهمنيش السياسه لا شوف انا والله قلت لك يشدش انا جنكيز خان تو تونس اول ناس كولاني راني معاك ما يطبق قال ربي قال الرسول ومن بعد اسرق كيف ما تحب امورك هذيك ما عاونوش الكلوب شكون هم ترابلسي عاونوا الكلوب عاونوا الكلوب اما وين الريزولتا ما فماش لا باش نعطيك معلومه الريزولتا صارت في في في, في عاونوا لكن مش بالكميه والكيفيه اللي عاون سليم اي وين الريزولتا سليم باش نعطيك حاجه يا اخي شوف انت دخلني في متاهات ما نحبش نحكي فيها سليم شنو كل شيء ما تحبش تحكي فيه يعطيني خويا انا نحكي وانت دخلني في حاجات شحيحه معايا لا, لا 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 اخسر سوى مثلا سليم شيبوب كان يا خويا بدل علينا عليه تو احكي لي شنو كل باش تحكي ليه تو سليم شيبوب كانت عنده بوفوار قوي اقوى واحد فيهم الكل هما ما عندهمش هنا وفتره معينه قصيره ولكن ديما بالمرصاد ما يدخلوش في سليم شيبوب كان يتدخل في الكلوب كاريمون في مسؤولين الكلوب وفي الريزولتات تاع الكلوب وفي في تاريخ الكلوب لكن ما ينجم الطرابلسية ما كانوش ينجموا